في استفتاء عمل لأسباب خسائر الأهلي هذا الموسم، مو ترى مباراة اليوم. وأمس تكلمنا على الأهلي قبل ما يطلع الاستفتاء، قلنا إنجاز إذا وصل المركز الرابع، وغضب منا بعض الأهلاويين بهذه العناصر. إنجاز مرة ثانية إذا وصل الأهلي المركز الرابع. أسباب اللي ما يحدث للأهلي من نتائج وأداء غير مقنع: نوعية اللاعبين المحليين 25% راحوا الجماهير، الجهاز الفني 22%، العمل الإداري 21%، اللاعبين الأجانب 32%. علي، والله أنا بروح نوعية اللاعبين اللي موجودة في الأهلي سواء المحليين أو حتى الأجانب. أنا بروح هذا النوع. رقم واحد الجهاز الفني، رقم اثنين نوعية اللاعبين اللي أنت تبي تنافس فيهم، الأجنبي، المحلي ما هو موجود. النصر عنده أجنبيين وفوز اليوم لأنه عنده نوعية اللعيبة العالية، المحليين على مستوى عالي وصغار في السن. لو لاحظ أعمار لعيبة الأهلي المحليين كلهم فوق 30. كابتن عبد الرزاق، تروح لمن أنت؟ إيش اللي قاعد يحدث للأهلي؟ عناصر، مدرب، لاعبين أجانب، ولا كله؟ كابتن عبد الرزاق. طيب علي، هاسي أرقام رصدوها فريق الأعداد، مع عن السيد هاسي. سبع مباريات أمام النصر لم ينتصر ولا مباراة، خسر في السبعة كلها. الأهداف قبل 21 هدف وسجل 3. مثل ما قلت لك كابتن، يعني رقم جدا يعني كبير صراحه، انك تلعب سبع مباريات وتخسر سبع مباريات بنفس الطريقه. اعتقد انه يدللك على عدم قراءه يعني الجهاز الفني اللي مع هاسي، عدم قراءه الكامله للفريق الخصم اللي جالس انت تلعب فيه امامه. لانه دائما اي فريق اليوم تلعب معه عندك جهاز فني، عندك مراقبين للفرق الثانيه، نوعيه اللاعبين اللي راح تلعب معاها، ولكن انك تلعب مباراه بعد مباراه بعد مباراه. انا نصيحه للاهلاويين، افضل فرصه لتغيير الجهاز الفني الان. عندك فترة ما ينفع نهائيا في رأيك؟ أنا وجهة نظري من متى وأنا كنت أتكلم عن هذا الموضوع؟ هو السبب الرئيسي لما يحدث الأهلي هو هاسي؟ إذا ما كان السبب تغيير المدرب نفسيا للاعبين، نفسيا رقم واحد. نوعية التمرين حتتغير، نوعية الأداء حتتغير، هذا أول رقم واحد. أنا رأيي أفضل، شوف الأهلاوية يجب أن يقتنعوا عدم المكابرة على الدوري حيمشي، عدم المكابرة في هاسي. جلب مدرب، عندك 20 يوم الآن تقدر أنت تستطيع تجلب مدرب، تغير نفسية اللعيبة، تغير المشكلة في المدرب بس في الأهلي؟ لا لا لا، احنا تكلمنا عند مشاكل المدرب، مشاكل لاعب الأجنبي، الأدوات ما هي موجودة بشكل كبير، الأجانب يعني أسوأ من السيء. أنا أقول للأهلاويين خطوة أولى للطريق الصحيح، العشرين يوم التوقف، تغيير فلسفة المدرب، تغيير المدرب على أساس حتى نفسيا اللاعب يتغير يعني.